السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدين إلى نافذة جديدة من ساعة صباح. وفيها طب الأسنان التجميلي كفرع أساسي من طب الأسنان، يعتبر التبييض جزء مهم جدا من طب الأسنان التجميلي. عمليات تبييض الأسنان تعدك بابتسامة جميلة وبأسنان ناصعة، فما الجديد في طرق التبييض وما التحضيرات الواجبة قبل إجرائها؟ خلقنا الله تعالى بأسنان بيضاء، إلا أن تلك الأسنان يتحول لونها تدريجيا إثر تراكم البقع والصبغيات الرمادية والصفراء على طبقة العاج نتيجة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو بسبب التدخين أو حتى نتيجة عدم الاعتناء بغسل الأسنان وتنظيفها أولا بأول. وعليه فقد انتشرت مؤخرا عمليات تبييض الأسنان، سواء تلك التي تتم في المنزل أو في عيادات طبيب الأسنان للحصول على أسنان بيضاء لامعة. فما الجديد في عمليات تبييض الأسنان وهل لها آثار جانبية؟ وما أهم التحضيرات الواجب القيام بها قبل التبييض؟ عملية تبييض الأسنان هي من العمليات أو من الطرق الشائعة جدا في عيادات الأسنان، وأصبحت من الطرق أو الإجراءات البسيطة والسريعة والآمنة في عيادات الأسنان. عملية تبييض الأسنان في الفترة الأخيرة أصبحت يعني تلاقي رواج كبير بكل أنواع عمليات تبييض الأسنان. هناك عمليات مؤقتة لتبييض الأسنان، وهناك عمليات دائمة لتبييض الأسنان أو طرق دائمة. في الحقيقة أصبحت اليوم عبارة عن صرعة في عيادات الأسنان، اللي الناس تبحث عنها، الناس تسأل عنها، الناس يعني تحاول أن تقوم بهذا الإجراء أملا في الحصول على ابتسامة جميلة ومنظر لائق. من خلال مراجعين المركز ومن خلال متابعتنا للمرضى في إقبال كبير من قبل الصبايا تحديدا، ذوي الأعمار من 20 إلى 25 سنة، هذا أكبر جيل أو أكبر فئة تطلب عملية تبييض الأسنان، ربما لمناسبات معينة، وبعض الرجال أيضا في نفس الأعمار أو في نفس العمر بيطلب عملية تبييض الأسنان. ولكن من خلال مراجعينا تبين أنه أكثر فئة هي فئة الصبايا. عملية بنقوم فيها في العيادة خلال في جلسة قد تستغرق يعني نص ساعة أو أكثر قليل من نص ساعة، بيكون المريض في خلالها يعني جالس على كرسي الأسنان أو على كرسي المساج، وبيتم وضع المادة الفعالة بتركيز معين على الأسنان، وبنقوم بحماية اللثة في إجراءات معينة بنعملها، بنقوم بحماية اللثة وبنحط أو بنضع المادة الفعالة على الأسنان، وبيقوم بجهاز تبييض، وهو هذا السر في عملية التبييض، هو وجود جهاز التبييض في عيادة الطبيب. أحيانا في شركات أو في أجهزة كبيرة أو كثيرة متعددة، ولكن كل طبيب يتمنى الحصول على أفضل جهاز لتبييض الأسنان، وهذا الجهاز هو اللي بيقوم بعملية تفعيل للمادة الفعالة لإزالة التبقعات أو الإصفرار في الأسنان. عملية تبييض الأسنان تستمر عند المريض ما يقارب من 6 شهور إلى سنة، تبعا لحفاظ المريض على أسنانه أو أكله أو شربه بالنسبة للمواد اللي فيها تصبغات أو الأطعمة الملونة اللي بتعمل على إرجاع الأسنان لطبيعتها بشكل أسرع. ولكن هي العملية كلها تستغرق سنة على الأكثر وتعود الأسنان إلى طبيعتها، لذلك احنا بنطلق عليها أنه عملية تبييض، عملية مؤقتة.
للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أسعد هاشم، رئيس قسم طب الفم والأسنان بإحدى مستشفيات الدوحة. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور أسعد. لو بدأنا بالسؤال، هل موضوع تبييض الأسنان عملية علاجية أم تجميلية؟ بالبداية تحياتي لك وللمشاهدين. خلينا نعرف شو هو تبييض الأسنان. هو مجال من مجال طب الأسنان بيهدف لإعطاء الأسنان لون أكثر إشراقا وأكثر بياضا من اللون الحالي، وذلك من غير سحل أو برد الأسنان. لأنه نعرف هو مع العمر من خلال التصبغات اللي بتحصل من خلال التدخين والقهوة والشاي والمأكولات الملونة بيحصل تغيير باللون ويصبح لون الأسنان أكثر كمودا، وبالتالي تحديدا هو طبيب الأسنان هو أكسدة الجزئيات الصبغية، الجزئيات الملونة الموجودة داخل الأسنان عن طريق مواد معينة تلتحم أو تتفاعل مع الجزئيات الكبيرة في الملونة، بما يؤدي إلى تكسر هذه الصبغيات وبالتالي تصبح الأسنان أقل استباغة. نعم. طيب، يعني أفهم من هذا أن الأمر ليس تجميلي فقط، يعني جزء منه أيضا علاجي. كطبيب الأسنان هو تجميلي، بالتأكيد تجميلي، يعني منه علاجي لا، أكيد هو تجميلي، وبتعرف أنه بهالأيام التجميل مطلوب جدا يعني. نعم أكيد. طيب حضرتك تحدثت عن فكرة العمر، هل موضوع هذه العملية لها عمر محدد؟ بالتأكيد لا ننصح بالتبييض للأشخاص تحت عمر 16 سنة أكيد، لأنه الحجرة اللبية بتكون كبيرة بهالفترة ومنخاف من تحسس الأسنان أكيد. نعم. طيب معنا اتصال أحمد من جدة، تفضل أحمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا دكتور عندي استفسارين بس سمحت لي. تفضل. الاستفسار الأول عندي، أنا طفلين فبلاحظ إنه الأسنان يعني تكون فيها اصفرار كده بشكل يعني مش سريع، يعني بشكل بطيء. هل في حاجة محددة الواحد يستخدمها للأسنان هذه وكذا؟ الشيء الثاني بخصوص عمر الطفلين يا أستاذ أحمد. 5 سنوات و3 سنوات. نعم تفضل. السؤال الثاني بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني بلاحظ دائما لما أصحى من النوم رغم إني بستخدم المعجون في المساء وفي الصبح ودائما بعد الوجبات والكلام هذا، بس بلاحظ إنه يعني في شيء مش مريحني بفمي أبدا، يعني إلا بعد ما أصحى يعني بفترة شوية حتى إذا أخذت لي وجبة يعني أكلت حاجة بعدين أحس براحة. في يعني مش مريح. يعني في ألم يا أستاذ أحمد؟ لا مش ألم. يعني كذا طعم فمي مش مريحني أبدا دائما إذا صحيت من النوم. بس هو طبيعي أن طعم الفم بيكون متغير عند الاستيقاظ من النوم أستاذ أحمد، حتى بعد المعجون والكلام هذا وكله لازم بعد وجبة أو حاجة حتى. لكن طعم الفم بيتغير بعد تناول أول وجبة. أيوة بالضبط بالضبط كده. نعم أشكرك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. طيب والله أشكرك دكتور. لو أجبنا أستاذ أحمد بالنسبة للسؤال الأول عند الأطفال، هلأ في احتمال إذا لما بزغت الأسنان هي كان لونها شوي غامق، في بعض الأطفال بيكون عندهم مشاكل بتركيبة السن أو بطبقة المينا. أما إذا كان الأسنان لون طبيعي بالأساس ومع الوقت بدأوا يصفروا، بكون في عندهم مشكلة بتنظيف الأسنان. بكون الأطفال ما عم تنظف، وبهالأيام الأطفال كتير بيأكلوا مأكولات فيها تصبغات، احتمال بيكون بس بدهم مجرد تنظيف وبيمشي الحال. بالنسبة للوالد لازم يعرض نفسه على طبيب أسنان، بس الاحتمال من وراء الطعم اللي عم يحكي عنه الاحتمال أكثر أنه يكون عنده التهاب باللسة. التهاب باللسة صباحا بيكون فيه بيعطي شوية نزيف، بيكون النزيف والدم بيعطي هذا الطعم المش محبب اللي عم يتكلم عنه. طيب لو عدنا موضوع تبييض، عمليات تبييض الأسنان، مدى الإقبال على موضوع تبييض الأسنان الآن دكتور أسعد؟ بصراحة بالعصر الحالي كل عمليات التجميل مش بس الأسنان مطلوبة جدا، وهذا عصر التجميل بهالحقيقة، خاصة
طب الأسنان، تجميل الأسنان وطبيب الأسنان، لأنه الأسنان هي واجهة الفم. الحقيقة في أعداد هائلة بهالأيام، مش بس على الطبيب الأسنان، على طبيب الأسنان وعلى اللي بنسمع فيهم الهوليوود سمايل، هي الفين طبقات الفينيرز واللومينيرز الموجودة. بصراحة في عقبال كبير. طب يعني النوع الذكور أكثر أم الإناث؟ بشكل عام أكيد بحسب خبرتنا يعني الإناث بشكل أكبر، يمكن إذا فينا ما في إحصائية دقيقة، بس إنه تقريبا يمكن بعيادتي من 4-5 نساء بقابلهم رجل واحد. طيب معنا مجموعة من الاتصالات، نبدأها بأستاذ بندر من السعودية. تفضل أستاذ بندر. السلام عليكم. صباح الخير، تحياتي لضيفة المشاركين المستمعين. تفضل. يعني أنا سؤالي للدكتور، يعني إيش أفضل دولة في العالم هي متخصصة في طب الأسنان لو يشرح لنا؟ كذلك يعني ليش عيادات الأسنان تختلف أسعارها من عيادة لعيادة، ومع أنه هو العمل واحد والأجهزة واحدة؟ وسؤالي الثالث، هل يعني أقصر، هل وجد جهاز في أقصر طريقة لتركيب الأسنان؟ واضح؟ آخر سؤال بندر، يعني هل هناك جهاز جديد اخترع لتركيب الأسنان في وقت قصير، يعني أقصر وقت للتركيب؟ سؤالك واضح يا بندر، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال اخر، ابو عبد الله من السعوديه. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور عليك ابو عبد الله، تفضل. لو تكرمت، انا عندي طفل عمره 9 سنوات ويحافظ على تفريش اسنانه، لكن عنده مشكله باللثه، دائما ملتهبه وفي نزيف احيانا. هذا اول حاجه. عندي طفل عمره 12 سنه اسنانه يعني شبه كويسه، بس حاب يسوي تقويم للاسنان، هل اعمل له الان او انتظر لسن معين؟ شكرا لك ابو عبد الله، حفظكم. شكرا جزيلا لك. معنا ايضا اتصال استاذ لارا من فرنسا. تفضلي يا استاذ لارا. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. وانت بصحه وسلامه. اهلا بك، تفضل. انا حبيت بس اسال الدكتور، هل المرضى السكري اللي عنده تاثير على الاسنان؟ ده سؤالي الاول. وسؤالي الثاني، كيف نحبب الدكتور، نحبب الأطفال في زيارة الدكتور الأسنان؟ أنه فعلا مشكلة، ومشكلة يعني بتعاني منها الأمهات تقريبا كلها، يعني ما فيش حد بيحب يروح لدكتور الأسنان. شكرا لحضرتك. شكرا لك وزارة، شكرا جزيلا لك. دكتور أسعد، نبدأ من أستاذ بندر، هو بيتحدث بشكل عموما عن أفضل دولة في طب الأسنان، عن عيادات الأسنان اللي بتختلف الأسعار رغم أن الأجهزة واحدة، وهل هناك جهاز جديد لتركيب الأسنان؟ خلينا نجاوب على الجهاز الجديد لتركيب الأسنان. أكيد في أجهزة حالياً، كنا بالبداية إذا بدنا نعمل تلبيس للسن أو نعمل كراون، كنا ناخذ قياسات ونبعثها على المختبر وتاخذ فترة بالمختبر كذا. حالياً لا، صار في جهاز بنوضع داخل العيادة، بتاخذ الجهاز عبر كاميرا معينة بتتمرر حول الدرس، وبنعمل الدرس خلال نص ساعة وبتركب بالفم مباشرة من غير ما ينبعث على يعني ممكن زيارة واحدة يركب ممكن فيها؟ ممكن زيارة واحدة أكيد، في حالات معينة. فكرة القياس ويذهب أكيد أكيد القياس، يعني أكيد ببعض الحالات، مش بكل الحالات، في حالات معينة لا، بكون مجموعة كبيرة من الأسنان الأفضل أن تنبعت على المختبر، بس بحالات صغيرة ككراون أو اثنين أو ثلاثة، جهاز جديد اسمه كات كام بيتاخذ القياس عبر الكاميرا حتى من غير السيليكون اللي كنا ناخده. نعم. بتنعمل بطريقه كثير سريعه. ومدى دقه دقيقه جدا جدا يعني. يعني هي تفضل هذه الطريقه عن الطريقه التقليديه؟ اثنيناتهم كويسين. يعني كل الحالات. هي اكثر شيء بنربح فيه كهي كربح وقت اكثر شيء، يعني انه للحالات السريعه موجود جدا، ونفس النتيجه بتعطي ابدا، دقيقه جدا يعني. طيب الاسئله الاخرى موجود بالنسبه لاي دوله؟ كل الدول كويسة يعني، ما في دولة كل الدول فيها الجامعات كويسة، وبالنسبة للأسعار يعني تختلف أكيد من بلد للتاني وبين عيادة، لكن عموما هو دائما طبيب الأسنان هو أعلى الأسعار تقريبا، يعني لأن تقريبا يمكن لأنه تكلفة المعدات غالية والمواد غالية وتختلف من عيادة للتاني يعني. طب ممكن من نستفيد من سؤال بندر عن فكرة يعني ما الضوابط اللي ينبغي لكل واحد يذهب لطبيب الأسنان أنه يراعيها حتى يقول أن هذا الطبيب يعني يسير بشكل جيد ويستمر معه؟ يعني بالتأكيد عند الدخول للعيادة بده ينظر بالبداية لنظافة العيادة، وبتصور أكترية الأطباء بالعالم يعني هلأ صار في رقابة بكل دول العالم أنه
كيفية التعقيم وكيفية المعالجة يعني صار المريض بهالأيام كتير واعي، يعني ما حدا بيقدر يعني وكل العيادات بشكل عام يعني كويسة بهالأيام. نعم، طيب أنا أتصل الآن الأستاذ أول من السودان، تفضل أستاذ أول. لدي سؤال دكتور. أول حاجة أنا عندي مشكلة في الأسنان، عندي مشكلة في الأسنان، عندي تعاقل في منتصف الأسنان الأخير، وأنا بستخدم المعجون صباح ومساء يعني، لكن ما في تغيير حتى الآن، في تعاقل في منتصف الأسنان. عندك تآكل في الأسنان أستاذ أول؟ تآكل في الأسنان؟ نعم نعم نعم. يعني في الأسنان كلها أم نعم. أم في يعني في الأسنان، في الأضراس، في الأنياب، ولا في معظم الأسنان؟ معلش أستاذ، أنا حاسس إنه الخطرة دي لما أسمعك جيدا. يعني كنت أسألك عن التآكل في الأسنان، هل في كل الأسنان أم في الأضراس مثلا أو الأنياب؟ عموما أنا لما أسمعك جيدا، إن كنت تسمعني فحاز سؤالي، فأرجو منك الإرشاد يعني. طيب أشكرك أستاذ أول من السودان. لو عدنا للأسئلة، أبو عبد الله يتحدث عن طفل عنده 9 سنوات عنده مشكلة في اللثة، دائما ملتهبة وتنزف. هلا في بهالعمر هيدا في نوع معين من التهاب اللثة، بس إذا الالتهاب الحاد ما عرفنا أي نوع التهاب، في بعض الأمراض بتعمل التهاب حاد باللثة بتعمل هيدا النزيف، أو احتمال إذا النزيف البسيط يكون بس التهاب في عنده طبقة جير، لأنه طبقة الجير في بقلبها بكتيريا بتعمل التهاب باللثة، مجرد ما إزالة طبقة الجير الموجودة بروح التهاب. طب كيف يفرق بين الالتهاب العادي البسيط والالتهاب؟ بده يشوف الطبيب الأسنان، لأنه في أوقات نوع اسم معين من الالتهاب اللثة بيصيب الأطفال بهالعمر، بيكون كتير صعب، بده أدوية معينة، بده فترة ليتعالج. أما إذا بس مجرد جير عادي، مجرد ما ينشال الجير بيمشي الحال، بيوقف النزيف. طيب أبو عبد الله عن طفل أيضا عنده 12 سنة بيسأل عن تقويم الأسنان، هل هذا السن مناسب لموضوع تقويم الأسنان؟ 12 سنة هو السن المناسب جدا، حتى إذا كانت المشكلة بالعظم الفك ولا بالأسنان، هو عادة في بعض الحالات إذا كانت المشكلة بعظم الفك بنلجأ للتقويم قبل العمر، حتى بست 7 سنوات بنحط أجهزة معينة إذا لقينا المشكلة، بس مش بس بالأسنان، المشكلة بتركيبة أو العلاقة بين الفكين، نبدأ بالتقويم حتى نحن نحرض أو نوجه نمو الفك حتى ما نوصل لعمر محدد ونصير نضطر نعمل عملية جراحية لنغير العلاقة بين الفكين. نعم. فإذا بهالعمر 6-7 سنوات بدأنا بتوجيه نمو الفك، نوصل لمرحلة معينة بس بحاجة يمكن لبريسز لنضبط الأسنان أو لجهاز تقويم من غير أي عملية جراحية. نعم. مشان هيك كل ما بدأنا بدري بالتقويم كل ما يكون أحسن. طيب معنا اتصال أستاذ خالد من السعودية، تفضل أستاذ خالد. أهلا بك، تفضل. الله يسعد صباحكم جميعا. عندي استفسار بالنسبة لل، أنا عندي الفك الرباعي سفلي، يعني في بروز أو بدأ يعني يبرز من اللثة، يعني فيه مشكلة من ناحية الفك الأمامي بعد متقدم، فطبيب الأسنان يقول لي ممكن هذا بسبب الإطباق الفم سبب هالشيء، ما عندك إطباق، عندك فتحة فممكن ظهر بروز. انا ما ابغى اسال الدكتور يعني ايش الحل يعني، وهل كل تقويم، انا اسناني كم العمر الاماميه ما فيها اي مشكله. عمرك كم يا استاذ خالد؟ انا في 30. في 30 في مشكله باللثة، شيء عنده كبير. طيب الدكتور يسالك هل هناك مشكله لديك في اللثه؟ لا ابدا، اللثه ما عندي اي مشكله. يعني الامر متعلق بس ببروز الاسنان والبروز في اللثه والتقويم. لا اللثة ما فيها، هو بروز الأسنان من الأسفل يعني بدأت تخرج، يعني بدأت ولا من الأساس هي بلش. طيب دكتور يسألك يا أستاذ خالد، بدأت ولا من الأساس هي كانت على هذا الوضع؟ لا مو يعني هو مو خروج نهائي، بس يعني بداية الدكتور يقول لي هذا السبب، ما عندك إطباق مباشر فسبب هذه المشكلة لك. طيب نجاوبك إن شاء الله بإذن الله أستاذ خالد، شكرا جزيلا لك. لو إجابة سريعة أستاذ خالد، احتمال أكبر، لا في أوقات بصير تزاحم، في أوقات في احتمال يكون دراس العقل طالعة أو بيزغى بطريقة ميلي، عم يدفشوا الأسنان لقدام، عم بصير في شوية
الاسنان الاماميه عم تطلع على بعضها او شيء بشكل بسيط. اما اذا اكيد هو ما عنده هلا، بس كل الناس اللي عنده مشكله كبيره باللثه، التهاب كبير بعظم اللثه، تعمل هذا البروز بالاسنان. عم بقول انه ما عنده مشكله باللثه، بل احتمال اكبر يكون الاسنان الخلفيه عم تدفش الاسنان الاماميه وصار فيها التزاحم بالاسنان الاماميه. لذلك موضوع التقويم بالنسبه له بيكون سهل جدا. اذا ما في مشكله باللثه او بالعظم اللثه، احتمال يكون جهاز تقويم كافي جدا. يعني ببعض الحالات بينخلع ضرسين صغار او سن من الضواحك وبتجلسوا الاسنان وبيرجع كل شيء طبيعي. طيب استاذ لارا كانت تسال عن فكره تاثير مرض السكر على الاسنان. هو مرض السكر بيأثر على اللثه وعظم الفك اكثر، لانه عند مرضى السكر عندهم مشاكل بالاوعيه الدمويه، بيصير في التهابات اكثر باللثه. ومع العمر الطويل اذا كان السكر ما كثير عم يتعالج مزبوط، منه كان معتدل السكر، بنلاقي اللثه عم تهبط وعظم اللثه عم تهبط. منشان هيك لازم لمرضى السكر بنصحهم دائما بزيارات دوريه لطبيب الاسنان ليعملوا تنظيف، حتى ما نزيد له المشكله ونشيل الجير دائما، حتى ما يصير في التهابات باللثه وبالتالي ما يصير في انكماش للثه ولعظم اللثه. طيب هو سؤالها يعني ليس طبيا، ولكن فكره نحبب الاطفال ازاي في زياره طبيب الاسنان؟ بالاساس ما نهددهم اذا كانوا بالبيت عم يعملوا اي مشكله، نقول لهم ناخذكم على طبيب الاسنان ليعمل لكم ابره، وما نبدا ناخذهم لما يبدا الالم عندهم، نبدا ناخذهم كزياره اولى بفتره اول ما تبزغ الاسنان، خلي الطبيب بس يشوفهم ويحكي معهم، ما يشتغل اول زياره وثاني زياره، وحتى بس يكون في يعني اذا عنده مشكله بسيطه بالاسنان بننصح انه اطباء الاسنان ما بنشتغل بطريقه شوي كطبيعيه، بنشتغل بطريقه شوي خفيفه، نعطيهم موعد ثاني. المهم ما تكون شوي يعني نكون شوي سهلين مع الاطفال، مش من اول جلسه نبدا بالشغل حتى ما يصير عندهم اي شوك الاطفال ويكرهوا طبيب الاسنان. يعني ممكن ان تزداد يعني يزيد عدد الزيارات لتخفيف الامر على الاطفال اذا كان في مشكله، اما اذا حتى قبل ما يكون في المشكله نحن بنفضل انه الطفل كل 6 شهور يجي من بعد ما تبزغ اسنانه يبدا يشيك عليهم من اول صغير ويتعود على طبيب الاسنان، وهيك بتخف الخوف عنده. طيب أستاذ أول من السودان كان بيحكي عن فكرة إن هو بيتعرض لتآكل في الأسنان بشكل كبير. الاحتمال الأكبر يكون عنده شي بروكسيزم، يعني بيعض على أسنانه بالليل أو بالنهار، بيكون عم بعض كل الوقت على أسنانه. مع الفترة هيدي مع الوقت بصير بتاكل الأسنان من فوق، إذا مثل ما فهمت عليه الأسنان مكان الطعام، يعني مكان المضغ هي اللي عم تتاكل. هيدي بصير دايما مع المرضى اللي عندهم مشاكل بالإطباق بالمفصل الفك وبيكزوا على أسنانهم بالليل، هيدي إلها طريقة معينة بتتعالج، يعني ما في أي مشكلة، في أجهزة معينة بتنوضع وبيمشي الحال فيها. يبدو أن الأسئلة بعيدة عن موضوع التبييض، لكن بعودة على موضوع التبييض دعنا نسأل سؤال بداية، يعني ما هي المسببات في تغير لون الأسنان الذي يستدعي بعد ذلك عملية التبييض؟ مثل ما قلنا طريقة الحياة ونمط الحياة اللي هي فيها المأكولات اللي فيها أصباغ، في عنا التدخين، في عنا القهوة، الشاي، في عنا بعض الأدوية اللي بتاخدها أو السيد الحرامي أو الأطفال اللي هو مثل التتراسيكلين اللي بيسبب لون كتير داكن وصعب تبييضه جدا. بس بشكل عام هن المأكولات أكتر شيء، والمشروبات، حتى في عنا المشروبات الغازية والمشروبات السكرية هي ما هي اللي بتغمق لون الأسنان، هي بتسبب تآكل بطبقة المينا، ومع الوقت وكثرة هالمشروبات هذه بتخلي طبقة المينا تصير شفافة وضعيفة، بقى بتعكس طبقة العاج الموجودة بالداخل بتخليها تصير تبين أنه أغمق لونها داكن أكتر. طيب هو لو مع المأكولات واستخدم الفرشة والتنظيف أيضا الأثر سيكون موجود؟ بالتأكيد لا، كل ما يعني الواحد إذا كل ما شرب قهوة أو كل ما أكل فرشة بطريقة صحيحة ونظف أسنان واستعمل مع خيط تنظيف الأسنان، لأنه الخيط كمان كتير مهم بعملية التنظيف، وما خلى هالأصباغ تتجمع أكيد حيتأخر كتير أنه تصير أسنان داكنة وغامقة. بس مع العمر دايما لو شو ما كان يعني مع التنظيف إلا مع العمر بدأ تصير شوي أكثر داكنة الأسنان. طيب احنا كنا نتحدث عن ان الاناث هم الاكثر اقبالا على موضوع تبييض الاسنان، هل هناك فرق في عمليه التبييض بين الاناث وبين الذكور، ولا هي عمليه تقنيه واحده؟ واحده،
بس دائما يمكن النساء متطلبين اكثر، يمكن بفضلوا انه يكون اللون البياض اكثر، يمكن ما بيقتنعوا باللون معين بينصحوا للطبيب، اما لا يمكن الرجال شوي اقتناعهم اقل، بس اكيد السيدات بفضلوا اللون الابيض الاكثر. يعني ده معناه ان العمليه لها درجات معينه من الالوان، من اللون الابيض مش من لون واحد. ما هي يعني ما هي بعدين حنحكي يمكن بالتفاصيل شو هن الطريقتين، في طريقه التبييض المنزلي تحت اشراف الطبيب بالطبع، وطريقه التبييض داخل العياده. طريقه التبييض المنزلي في الواحد يزيد ايام بيعطي نتيجه اكثر، وبنفس الوقت طريقه الطبيب عند الطبيب في تنعمل لما تكون جلسه فيها تنعمل جلستين كمان بتعطي نتيجه اكيد اكثر. طيب دعنا ندخل الى امر التبييض المنزلي، يعني من ممكن انسان يقوم بعمليه تبييض منزلي، ممكن افهم ده تحت اشراف تحت اشراف طبيب. بالطبع الطبيب المنزلي هو بيجي الشخص لعند الطبيب على العياده، بياخذ له طبعه للاسنان او قياس للاسنان، بنعمل من هالقياس قالب على شكل الاسنان تماما. هالقالب بيكون شفاف وخفيف ومطابق تماما للاسنان، وبينوضع في الجيل اللي هن في الماده اللي هي المشهوره هي كربونات بيروكسيد، بتنوضع داخله، وحسب هي بتيجي بين 10 و20% حسب تركيبة هذه المادة الوقت بكون لها خلال الفم. يعني بنحط هالمادة داخل القالب اللي حكينا عنه، بينوضع بالفم لمدة معينة ولمدة كل يوم لمدة معينة، وخصوصا بالليل، ولمدة بين 10 أيام للأسبوعين. هاي بالحالات العادية، مثل ما حكينا بالحالات اللي في عندهم تتراسيكلين اللي اخدين تتراسيكلين هذا الانتيبيوتيك، هيدي بدها وقت أكتر وما رح توصل للنتيجة النهائية. هيك ببعض الحالات بالتتراسيكلين الطبيب ما رح ينفع أو ما رح يخفف على الآخر، نضطر نلجأ للحالات التانية هني الفينيرز واللومينيرز. ده متعلق بالتبييض المنزلي. بالطبيب. طب ماذا عن فكره جلسات الليزر او العلاج بالليزر؟ هذا العلاج الثاني اللي هو التبييض داخل العيادات. هذا بتنوضع ماده الهيدروجين بيروكسيد، اول شيء بتنعزل الاسنان حتى نعزل اللثه ما تيجي اي هالمواد، لانه الماده هذه بتاثر او بتعمل حروق باللثه. نعزل اللثه وكل التشو اللي بقلب الفم، وبنحط الدواء على الاسنان، بنجيب جهاز الليزر او جهاز او اتنش الليزر، وفي اجهزه ثانيه هي الضوء الازرق بنسميه هي الالوجين او الليد او البلازما، بنحط على الجل فوق الجل لفتره معينه تقريبا حوالي الساعة، او اتن بنحطهم على 4 مراحل كل فتره ربع ساعه. وهالليزر او الضوء بيعمل اكتيفيشن، بيعمل تفعيل بخلي هالمادة تدخل أسرع عبر مسامات المينا، وبالتالي بتصير أسرع عملية التبييض. هذا التبييض داخل العيادة. طيب أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش، فتفضلوا بالبقاء معنا. حركتنا الغير لما نملك تنير دروبا كانت مستحيلة، نجوب القارات بنورنا ونرسم بالعلم لوحات جميلة، نسعى إلى تفعيل المواطنة الصالحة للمسلمين في مجتمعاتهم الغربية، فالإسلام رسالة سلام وتعايش وعطاء. ساهم في إنشاء مركز النور، أكبر مركز إسلامي في أوروبا، من خلال تبرعك على أرقامنا أو على موقعنا الإلكتروني. أهلا بكم من جديد، ولا يزال النقاش متواصلا حول عمليات تبييض الأسنان. دعونا نتوقف مع أبرز الضوابط الواجب اتباعها عند إجراء عمليات التبييض مع الدكتورة نسرين مسعد، اختصاصية الأسنان وتجميل الفم بالسودان. طب الأسنان التجميلي كفرع أساسي من طب الأسنان، يعتبر التبييض جزء مهم جدا من طب الأسنان التجميلي. في الفترة الأخيرة لوحظ إنه الإقبال زاد عليه بصورة كبيرة جدا، تقريبا من فترة الثمانينات، وده بيعزى لشيء مهم جدا اللي هو تطور طب الأسنان التجميلي كمجال في حد ذاته،
والاهتمام الناس عامة بصحة أسنانها بجمالها، لأنه إحنا عارفين الأسنان البيضاء رمز للصحة والجمال والشباب. بما إنه خلاص المريض عايز يعمل تبييض، أول حاجة لازم يتعمل كشف كامل لفمه وأسنانه والأنسجة الداعمة والمحيطة بالأسنان، لأنه في حالات التبييض ما ينفع فيها نهائياً، اللي هي أول حاجة في العمر الأقل من 15 سنة ما ينفع تبييض، لأنه هنا اللب السن بيكون قريب جداً من سطح الأسنان، فإحنا بنخاف المادة المبيضة تأثر لين عليه، واللي هو طبعاً عن طريق القنوات السنية. الشيء الثاني الحوامل والمرضعات، لأنه للآن المادة المبيضة ما تعرف يعني تأثير على الجنين شنو، مبهمة، فدي حالة ثانية. الشيء الثالثة البيشنس اللي عندهم أمراض في اللثة، تورم، نزيف، ده لازم يتعالجوا في الأول حتى بعد كده نبدأ موضوع التبييض. المواد الجيرية والكلس البلاك الموجود في الأسنان دي بتقلل من فعالية المادة المبيضة، فلا بد من تنظيفها في الأول. كذلك في ناس عندهم الأسنان ألوانها داكنة، يعني على بني غامق على رمادي، ده لازم يعرفوا إنه المادة المبيضة ما فعالة، يعني ما هيصلوا للنتيجة اللي هم عايزينها. كذلك المرضى اللي عندهم التيجان والجسور، الحشوات التجميلية البيضاء في الأسنان الأمامية، دي المادة الفعالة اللي هي المبيضة ما بتشتغل على التركيبات دي، ففي الحالة دي ينصح إنه يتعمل التبييض في الأول حتى بعد كده التيجان والجسور، تمام. وإذا كان المريض عامل تاج أو جسر بنعمل التبييض لدرجة معينة كده، اللي هي ممكن توازنين شوية درجة التاج أو الجسر هو عامله. في حالة الحشوات ما مشكلة، نعمل التبييض وبعد كده ممكن نغير الحشوات عادي على حسب الدرجة اللي احنا وصلنا لها في الأسنان. بس بعد كده بنديه تعليمات ما بعد التبييض عشان تزيد لنا عمر التبييض. التعليمات دي مهمة جدا عشان شنو، ما يرجع لنا التصبغ والبقع اللي كانت في الأسنان. التعليمات كالآتي: أول حاجة اهتمام العام بصحة الأسنان، اللي هي التفريش على الأقل مرتين يوميا بفرشة ناعمة. فرشة ناعمة دي مهمة جدا، لأنه في ناس عندهم مفهوم إنه الفرشة الخشنة عندها فعالية في إزالة الكلس والأوساخ والتصبغات أكثر من الناعمة. استخدام الخيط السني على الأقل مرة يوميا. التقليل بقدر الإمكان على المشروبات الداكنة، اللي هي القهوة، الشاي، المشروبات الغازية عامة، وإن كان لابد يعني شرب كوب من الماء بعدها مباشرة، أو استخدام الشفاط أو المصاص عشان بس نتجنب التصبغ في الأسنان الأمامية. بس بعد كده مراجعة الطبيب كل فترة، لأنه إحنا بعد التبييض بيكون عندنا شوية حساسية في الأسنان فترة مؤقتة كده، يعني لغاية أسبوع ما بعد التبييض، بعد كده بتزول، تمام. نقطة مهمة جدا برضو الأشخاص اللي بيعانوا من الأسنان الحساسة المفرطة، التبييض يحسن إنه يعني يتجنبوه، لأنه طبعا بيزيد الحساسية. دكتور أسعد، هل العملية التبييض متاحة للجميع أم ربما يكون في هناك فئات محظور عليها موضوع التبييض؟ أكيد عم تحكي الدكتور عن الموضوع، حكيت عن كل شيء، بس في زيد شغلتين. لازم يصير في فحص شامل قبل ما تصير عملية التبييض لنتأكد أنه ما في تسوس، هذا الأهم شيء، لأنه إذا في تسوس بالأسنان الفصل الأمامية مواد التبييض حتدخل تتغلغل داخل الحفرة السنية وتسبب ألام هائلة وتهيج للعصب. وشغلة تانية، في بعض المرضى بيجوا عندهم مشكلة بتركيبة طبقة المينا، بكون ضعيفة كتير طبقة المينا، أكيد نهائيا هول ممنوع ينعمل لهم تبييض. والأشياء التانية حكيت عنها الدكتورة، للسيدات الحوامل، للأطفال تحت 16 سنة كمان حكينا عنهم، هول أهم شيء. طب دكتور، يعني قبل بدء عملية التبييض هل هناك تحضيرات متعلقة يعني من يريد عملية التبييض؟ أكيد أكيد لازم إزالة الجير وإزالة التصبغات الخارجية قبل ما تبدأ عملية التبييض. أكيد إذا في تسوس لازم نعمل التسوس، لازم اللسة إذا فيها مشاكل لازم تنعمل تعالج اللسة. أما إذا كان عندنا كتير هبوط باللسة أبدا ما بنصح بالتبييض نهائيا، إذا في مشكلة كبيرة باللسة أبدا ما بنعمل تبييض. طيب معنا اتصال الأستاذ خالد من السعودية، كان اتصل قبل ذلك بقليل. أهلا بك أستاذ خالد مرة أخرى. هلا بك يا أستاذ. أستاذ بس كان عندي سؤال وفاتني الوقت. الوالدة عندي كانت عاملة تلبيس على الأسنان، نعم، وبعد فترة من الزمن يعني بدأت التلبيس هذه تسقط أو تبعث، ف
فهي في الخمسينات تقريبا، فكنت بسأل الدكتور يعني إذا تلبيسة ما عاد تنفع الآن، هل إيش اللي ينفع بالنسبة لأمرها؟ هل تنفع لها زراعة أم أسنان متحركة أم نفس هذا الموضوع؟ السؤال الثاني بس، هل التقويم لها عمر محدد؟ نعم أو وضع معين؟ شكرا شكرا لك أستاذ خالد. بالنسبة للسؤال الأول، إذا بلشت توقع الأسنان التلبيس بدنا نشوف شو السبب. أكترية الأوقات بكون الأسنان الداعمة اللي موجود عليها التلبيس صار فيها مشكلة معينة، بدنا نعمل صور أشعة لنشوف بعد بتصلح أنه ينعمل تلبيس تاني. أوقات بكون اتكسرت على الآخر ودابت الأسنان بحاجة لخلع، أما إذا ما كانت بحاجة لخلع في نعمل لها علاج عصب، إذا ما كان معمول لها علاج عصب بنعمل لها ترميم وبيشعر بنعمل تلبيس من جديد. أما إذا كان بدها خلع أكيد وما بقى في مجال ينعمل تركيبات ثابتة، في نعمل أو تركيبات متحركة أو في مجال للزرع، لأنه عال بالخمسينات الوالدة بالخمسينات أكيد بينزرع ما في أي مشكلة إذا ما في مشاكل صحية معينة كبيرة بتأثر على الزرع، وإلا بالخمسينات زرع طبيعي. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو التقويم، التقويم ما له سن معين، بأي سن بيقدر يعمل التقويم؟ يعني هلا أكيد الأعمار الكبيرة ما راح يعني يعمل تقويم، حسب شو الحالة. أوقات بعمر محدد مثلا بيكون بالأربعين 45 سنة بده يعمل مثلا، طب أوقات بدنا نعمل فينيرز مثلا والأسنان شوي جاية متزاحمة على بعضها، فينا عمل تقويم لأشهر معينة لتصلح الأسنان وبيرجع بنعمل تقويم. أكيد كل ما كان العمر أكثر كل ما بصير التقويم أصعب، لأنه العظم بصير أقوى أقسى العظم، مشان هيك بننصح نحن بالتقويم بالأعمار الصغيرة تحت العشرين سنة، يعني بيكون العظم أسهل وطريقة الشغل أسهل والنتيجة بيخدها بطريقة أسرع. نعم. طيب عملية تبريد الأسنان هل لها أثار جانبية سلبية؟ لا، في أثار، نحكي عن الأثار على مستوى الجسم بشكل عام وأثار على مستوى الفم. على مستوى الفم بالأول أوقات بيصير في شوية حساسية لتحسس للأسنان لفترة قليلة، بعد بضعة أيام لثلاث أربعة أيام لماكسيموم لأسبوع، ما بعد الأدوية اللي بتتاخد والمعجين الأسنان والدواء أدوية المضمضة بتروح هذه نهائيا التحسس من الأسنان. بالنسبة للس أوقات إذا كان القوالب ما كانت مطابقة مظبوط للأسنان بتتسرب بعض هالمواد بتنزل على اللثة بتعمل حرق للأسنان للثة، وكمان نفس الشيء كمان بضعة أيام اللثة بترجع بتطيب. هلأ عم نحكي عن المواد المنزلية، كمان بخلال عملية الليزر أوقات كمان إذا ما كان معزول اللثة بطريقة صحيحة داخل العيادة كمان بتعمل حرق للثة، كمان هذا بيرجع بيشفى. حرق التهاب يعني؟ لا، بتنحرق اللثة من المواد اللي بنعمل او من الليزر او من كلمة حرق تخوف شوي. لا حرق بسيط جدا يعني، وبيومين ثلاثة بيرجع بطيء. على مستوى الجسم بشكل عام كل الدراسات اكدت انه ما في اي ما بتسبب اي مشكلة، حتى لو انبلع قصم اكيد خلال الوضع لفترة ساعات احتمال ينبلع قصم من اللي حكينا عنه الهيدروجين بيروكسيد او الكربونيت بيروكسيد، اذا انبلع قصم منه لانه الهيدروجين بيروكسيد بيتحلل بعدين لمي ولاكسجين واليوريا الموجوده بالكربونيت بتتحول لامونيا لامونيا وهيدروجين وبتروح لامونيا وغاز كربونيك لثاني اكسيد الكربون، والجسم بيقدر يتعامل معها ما في اي مشكله ابدا. لا، بالنسبه لسيدات الحوامل اكيد بننصح انه ما ينعمل ابدا، لانه يعني ما في دراسات واضحه بهالموضوع بتاكد، والافضل انه ينبعد عن الموضوع بالنسبه لسيدات الحوامل، لانه شغله منا علاجيه مثل ما حكينا بالاساس، شغله تجميليه بتقدر السيده تنتظر لبعد الولاده وبترجع تعمل طبيب. طيب دكتور، يعني ورد لنا عدد من الاسئله عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبد الرحمن بيقول هل احتاج الى عمليه تبييض لو غسلت اسناني بالمعجون والسواك يوميا؟ ده سؤال. وسؤال الثاني، ما الحل في اللون الأسود بين أسنان الفك السفلي من الداخل؟ هل يكفي ما ذكرت من الفرشة والسواك أم يحتاج الأمر إلى التدخل؟ هل قصة يحتاج نرجع على نفس الموضوع، أنه اللي هو التبييض هو علاج تجميلي. تجميلي. هو الشخص بحدد إذا بده يعمل. في الناس بيكون بيجي أسنانه البيضة بشكل كتير حلو بيقول لك أنا ما اقتنعت فيهم، يعني مش عم نحكي عن السيدات بيكون أسنانه بيضة جدا بيقول لك أنا بديهم أكتر أنا. مشان هيك هلأ الطبقة بتشوف هلأ الديرجي الطبقة الأبيض بالفينيرز الطبقة الأبيض أبيض ناصع بشكل كبير. هلأ هو إذا لقى أسنانه مقتنع فيهم في ما يعمل تجميل، إذا لقى حابب إنه يكون أسنانه أحلى لازم يعمل، ولو عم بفرش أسنانه لأن الفرشية بتشيل مثل ما حكينا التصبغات الخارجية ما راح تتغلغل، وحتى معجين تبييض الأسنان اللي بينحكى عنها بالسوق هذه راح تشيل الأصباغ الخارجية. هلا بعض الحالات بس تشيل الأصباغ الخارجية إذا كانت كمية كبيرة
ومتنظف بطريقه كويسه بالعياده، يمكن ما المريض بحس حاله انه لا صار النتيجه كثير حلوه، يعني بتكون اصباغ بعدها خارجيه بس ما لنا بالداخليه، بنعطي اوقات يعني لازم مشان هيك دائما لازم نعمل تنظيف داخل العياده، والمريض بشوف بعدين اذا بده يعمل تبييض اكيد ياخذ نتيجه احلى. طيب اياد بيقول هل صحيح بان الفحم مبيض للاسنان وهل هو صحي؟ يعني ما حد يعني اكيد ما هو صحي، يعني فحم مادي يعني كثير جامد وصلب، اذا بدات يعدي نجاح الاسنان فيها بتعمل مشاكل وبصير الاسنان طبقه المينا خشنه، وبالتالي يعني يمكن لو اعطته نتيجه مرحليه من بعد ما الاسنان صارت خشنه اقل تصبغات بسيطه حتصير يعني بعد فتره قصيره حتصير اسنان كثير تتوسخ اكثر وتصير داكنه اكثر، واكيد ما بنصح فيه الفحم. طيب في سؤال بيتعلق ان يعني بيشاع ان موضوع تبييض الاسنان بيؤدي الى تاكل طبقه المينا وده بيؤدي الى مشاكل بعد كده. هلا هي هون القصه، ما بننصح يعني التبييض اكيد امن، بس كتر كل شيء كترته بالحياة هي مأذية أكيد. مش كل ست شهور يجي الواحد يعمل تبييض، لأنه نعتبر أنه تبييض كتير تبييض المرحلة بيعمل شوية جفاف بالفم. إذا التبييض دائم كل فترة قصيرة عم ينعمل تبييض بتحول لطبقة المينا لمادة مثل مادة الطبشورية وبصير كتير جافة ومؤذي، مشان هيك يعني مش أقل من سنة ونص يعني للسنتين ينعمل التبييض. هذا طيب ولا هو كمرة كل سنة ونص أو سنتين آمن جدا ما بيأثر على الأسنان أبدا، بترجع طبقة المينا مثل ما كانت. لورا بتقول ما هو سبب تآكل اللثة؟ تآكل اللثة؟ عوامل كتير في تآكل اللثة. بالأساس هو إذا ما في أمراض مثل سكر أو أمراض صحية معينة، وفي أوقات بتكون أمراض وراثية بتخلي اللثة والعظم يتآكل، هو السبب الرئيسي هو الجير الموجود على الأسنان وعدم التنظيف. البلاك الموجود من عدم التنظيف بيتحول مع الوقت بيجمع بيتكلس وبيتحول لمادة جيرية. هالجير والبلاك الموجود في بقلبه بكتيريا مثل ما حكينا، بيعمل التهاب باللثة، بصير في نزيف باللثة، وبعد فترة بتبدأ اللثة تنحسر وأكيد العظم بينحسر واللثة بتنحسر وبصير بنحس إنه الأسنان طويلة. نعم. طيب معنا اتصال أستاذ خالد من السعودية، تفضل أستاذ خالد. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، كيف تفضل فندم؟ حياك الله. بس بدي حاب اسال الدكتور، التبييض المنزلي شو هو؟ شو رايه فيه؟ التبييض المنزلي هو الدكتور كان شرح ان هو نوع من انواع التبييض وتكلم عنه، هل في سؤال محدد؟ عفوا انا هذا هو، انا هلا فتحت التلفزيون وهلا شفت المقابل. طيب ماشي حاضر، سريعا وباختصار الدكتور هيجيبك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا لك. راي حضرتك في التبييض المنزلي؟ التبييض ممتاز، يعني نتيجة كتير كويسة، ومثل ما حكينا بيتاخد طبعة عند الطبيب وبينحط بقلب المادة الهلامية مادة الجل اللي حكينا عنها ولفترة معينة ومع إرشادات معينة للشخص، وبتعطي نتيجة كتير كويسة جدا. طيب دكتور أبو هبة بيقول إن أجمل وصفة من وجهة نظره يعني هو الملح مع البيكنج باودر الصوديوم مع ماء الأكسجين، الخلطة دي تساعد على تبييض الأسنان بشكل آمن. هل هذه موجودة بالسوق البيكربونات إنه بتعطي أكيد بتعطي شوية تبييض يعني، بس ما بنعرف قديش آمنة، قديش راح تشرح طبقة المينا، قديش راح تأثر. بقى الافضل انه ينعمل التبييض عند الاطباء، وحتى بالنسبه للمنتوجات اللي بتباع ببعض الحالات يعني ما بعرف اذا الكل نفس الشيء، اوقات الماده بتكون ما فعاله الموجوده بهالتبييض، غير انه القالب الموجود ما راح يكون كثير مطابق للفم، بتتسرب الماده ماده الجل وبتاثر على اللثه، واوقات بكون الماده الفعاله هي اسيد اسيتيك او اسيد سيتريك اللي هي ماده حمضيه عاليه جدا بتعمل تآكل بطبقة المينا، وبالتالي لو أعطانا أول فترة نتيجة تبييض كويسة بعد فترة حتصير أسنان خشنة جدا أو طبقة المينا كتير ضعيفة وحتصير تصبغات أكتر بكتير من الأول. طب دكتور هل من الممكن أن موضوع تبييض الأسنان أو استخدام مواد زي الفحم مثلا هل ممكن يؤدي إلى سرطان الفم كما يشاع على بعض؟ ما حدا حكي، ما في دراسات بهالموضوع عن الفحم لأنه يعني أبدا ما، بس الفحم يعني انه مثل ما حكينا انه حيؤدي لفحم صلب جدا يعني حيبيض لفتره معينه بس حيؤدي لخشونه بالفم اكيد يعني خشونه بطبقه المينا اكيد ما بنصح فيها. طيب اللي هيقوم بعمليه تبييض الاسنان ايه الواجب عمله بعد العمليه؟
بعد العملية مباشرة لازم يتجنب كل شيء حار جدا أو كل شيء بارد جدا، يتجنب كل شيء مواد فيها تصبغات، يتجنب القهوة والشاي والتدخين قدر المستطاع، وينظف أسنانه بشكل مستمر مع استعمال خيط تنظيف الأسنان على القليل مرة باليوم، والتفريش الأسنان مرتين أو ثلاث مرات باليوم. لهيك بنحافظ على أطول فترة ممكنة لما يرجع اللون من جديد. يعني كل ما نظفنا أكثر كل ما الطبيب أخذ، لأن الطبيب منه أبدي أكيد، الطبيب مع الفترة بعد سنة تقريبا بده يبدأ يرجع لطبيعة الأسنان مثل ما كانت. مشان هيك كل ما نظفنا أكثر، كل ما بعدنا عن المواد اللي حكينا عنها، كل ما التبييض بيضاين أكثر وبيبقى. أشكرك دكتور أسعد، بهذا تنتهي نافذة اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور أسعد هاشم مستشار الفم والأسنان، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.